شكرا شكرا أستاذ أحمد. فالفكرة المطروحة علينا هي ما يلي: إنه أننا نمر الآن في عملية التحضير لمختلف اللجان الفنية ب يعني اندماج أكثر من قبل نقاط اتصال لدولنا العربية، بحيث أنه طبعا المبادرة ستساعد في عملية التحليل اللازم أو التأطير إذا كلما اقتضى الأمر ذلك في يعني الإعداد لهذه الاجتماعات، ولكن أن تأخذ مجموعة من الدول، ربما دولتين وفي بعض الأحيان حتى 3 دول، أن تأخذ الدور الريادي في الإعداد لاجتماع لجنة معينة تعتبرها طبعا ذات أهمية، ولكن في نفس الوقت يعني يساهم ذلك في تنمية القدرات بشأن تحليل أو الاستعداد لتلك اللجنة. فأخذا بالمثال الذي رأيناه اليوم، قلنا إنه يتم مثلا الطلب من دولتين، من الممكن أيضا أن تصبحان دولتين توأمتين إذا أردنا استعمال هذا اللفظ في عملية تعاونية حتى مستقبلية، يعني تتعدى حتى فقط الإعداد لنشاط لجنة. هنا الفكرة مثلا أن نأخذ دولة طبعا لها برنامج دستور غذائي في المنطقة العربية الذي له تاريخ يعني ربما طويل وعمل مكثف في الدستور الغذائي، دولة أخرى في طور التطوير لبرنامج الدستور الغذائي، وهناك استعداد طبعا للتعاون وللتطوير. أيضا حتى من الناحية الجغرافية يتم اختيار بطريقة أننا نمثل أكثر ما يمكن مختلف المناطق في المنطقة العربية. فطبعا الاختيار، احنا سيكون عندنا اقتراحات ولكن هذه فقط اقتراحات. الأساس المنظومة الجديدة هو أنه طريقة الإعداد تتم من قبل الدول نفسها. المنظمة منظمتنا يعني جي فورس ستساعد تساهم كما ممكن لنا أن نساهم بأكثر جهود ممكنة، مثلا بإمداد الخبرة أو إعداد تحاليل يمكن أن تكون مساهمة لإعداد المواقف. وبعد ذلك الدول يعني كما قمنا اليوم هي على خيار، إما أنها تستعمل مواقفها الوطنية التي تم إعدادها وتعرضها على الزملاء بحيث تفسر كيف تم التوصل إلى هذه المواقف، ويمكن أن نستعمل عملية التحليل والتوصل إلى الموقف الوطني من الدولة أو الدولتين المذكورتين يعني مساهمة لإعداد الموقف العربي أو إعداد المواقف العربية الأخرى، أو استعمال التحليل الذي تقوم به جي فورس مع الخبراء المختصين ويتم استعمال ذلك للعرض. على كل الاختلاف هو أنه عوض على أننا كما كنا سابقا الخبراء من قبل جي فورس هم الذين يعرضون عليكم التحليل، والدول تكون في صفة يعني الالتقاء ما تم تقديمه، هنا يصبح العمل من قبلكم أنتم ونحن هنا لمساندتكم والإسهام بأي طريقة ممكنة في إنجاح عملية هذا التحضير. طبعا هذا يعني أننا نأخذ جدول زمني بمختلف الاجتماعات القادمة، ويتم ربما التطوع أو الاتفاق على أخذ هذا الأمر الريادي لإعداد المواقف الوطنية أو لإعداد التحاليل ذات الصلة وتقديمها خلال الاجتماعات التنسيقية. كما أيضا بالتنسيق مع المنظمة العربية تم اعتماد جدول زمني أولي لاجتماعات مقبلة للاجتماعات التنسيق، أيضا عملا بأنها يمكن أن تتزامن تحضيرا للاجتماعات التنسيقية الثلاثية مع الدول الأخرى أو المجموعات الأخرى التي ذكرناها، يعني مجموعة إفريقيا ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب. فهذا يعني الشكل الجديد الذي أردنا اقتراحه،
وربما هنا أترك للأستاذ أحمد وللزميلة هاجر ربما إعطاء يعني إضافات بالنسبة للاقتراحات حول الدول، وأيضا نستمع لرأيكم أنتم وربما لما تتطوعون ولما تريدون أن تحققوا من خلال هذا الاقتراح الجديد. أخت هاجر، لو عندك ملف جاهز. طبعا الموضوع يعني احنا فاتحين نقاش، لو عندكم أي ملاحظات أو أي رأي اطرحوا لي النقاش. طبعا الكوردينيشن ميتنج ديت هذا كان مقترح غير معتمد حاليا، ولكن هو كان مقترح ان شاء الله بالنسبه لتاريخ عقد الاجتماعات التنسيقيه. عندكم هنا عناوين الاجتماع اللجنه الفنيه، وعندكم المسؤوليه الدوله اللي راح تتكفل بتقديم عرض ومقترحاتها بخصوص بنود جدول اعمال اللجنه، وعندكم كذلك مكان وتاريخ عقد اجتماع اللجنة الفنية على كلامكم. فنبدأ إذا بالنسبة للجنة الأولى اللي خاصة بالبهارات وأعشاب الطهي، خلاص اتفقنا عليها. المملكة المغربية وسط عمان وقاموا بشغلهم كما يجب، ونشكرهم جزيل الشكر. بالنسبه للموضوع ديال الزيوت اللي هو اللجنه الفنيه السي سي اف او، هذا اللي غيكون ان شاء الله في كوالالمبور ماليزيا ما بين 19 و 23 فبراير خلال هذا العام. فكان هناك مقترح، اول شيء ان الاجتماع ممكن اجتماع التنسيق يكون يوم 5، راح ناكدوا عليكم بعدين. ومقترح ان الدول اللي ممكن ان تشتغل على هذه اللجنه هي المملكه الاردنيه الهاشميه، الجمهوريه التونسيه، والجمهوريه اللبنانيه. المملكة الأردنية الهاشمية، الأخت نسمة، نحب نسمع منك. الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد، باش تفضل حضرتك. شكرا جزيلا استاذ احمد والبروف على الطرح المؤيد جدا، هذا اللي كنا ننتظره من قبل، وشيء جيد انه تم اقتراح على مرور اظن دخول سنه جديده ان شاء الله وتكون افضل. طبعا انا بس اطرح موضوعين، اولا على التاكيد على هذا الموضوع انه مهم موضوع جدوله الاجتماعات واهميه تحديد المواعيد الزمنيه على الاقل المقترحات خلال فتره لا تقل عن 6 شهور، بحيث يكون الأعضاء لهم معرفة كاملة يستطيع من خلالها إعادة جدولة المهام الخاصة فيه ما يخص في أعماله. الجانب الآخر وهو أيضا تولي الدول الأعضاء كجهة تنسيقية. ممكن إحنا في مجلس التعاون سبق قمنا بهذا الشيء في خلال الاجتماع الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي اللي هي الفريق الخليجي لدستور الأغذية، وقام بإعادة توزيع أو تولي الطرح على الدول الأعضاء بتولي التنسيق لهذه اللجان الدولية، بحيث تكون الدولة مسؤولة عن كل لجان معينة. وفعلا عندنا قائمة جاهزة في هذا الموضوع إذا أحببت المبادرة العربية أن تسترشد فيها، بحيث أنه لا يكون هناك تكرار لتولي بعض الدول الجانب التنسيقي. يفضل أن يكون هناك أيضا شبه توافق على تولي هذا الليل، وفي نفس الوقت أيضا يكون هناك توزيع يعني بحيث جميع الدول تكون مدخلة في هذه التنسيق، بحيث لا يكون هناك مقتصر على دولة واحدة، أو يكون دولة لديها اهتمام أكثر، يكون لديها لجان أكثر. يفضل أن يكون هناك توزيع احترافي يستطيع من خلال جميع الأعضاء بتولي هذه المهام التنسيقية، وأيضا الترابط المباشر مع المبادرة العربية في تحديد المواعيد، وأيضا توزيع الوثائق المسبقة، وإضافة إلى تحديد ما هي أهم اللجان التي يتطلب فعلا الاجتماع الحضور فيها والتوافق على بعض الآراء والقضايا التي تطرح في الكودكس. شكرا. شكرا اخي، اخي احمد. اخي صمويل، تفضل.
شكرا، شكرا جزيلا. وأردت أن أعقب ربما على يعني ملاحظة الأستاذ أحمد البشا مشكور. أعتقد أنه التنسيق الذي تم التوصل إليه في المنطقة الخليجية ربما يمكن أن نبني عليه لننسق مع بعض في المنطقة العربية، فربما نبني على الاختيار الخليجي أو ما توصل إليه دول الخليج. إذا كان هناك دولة تم اختيارها أو تطوعت لتنسيق نشاط أو الإعداد للجنة معينة، ربما هذه الدولة تتم توأمتها أو العمل مع دولة أخرى في المنطقة العربية الغير خليجية، بحيث نجمع الاثنين ويتم العمل المشترك. فهذا اقتراح. طبعا هناك اقتراح نقطة ثانية، نحن وضعنا هذه الاقتراحات بالنسبة للدول اعتمادا على يعني نظرة سابقة حول مدى تواجد بعض الدول أو الوفود في بعض الاجتماعات، أيضا ربما توفر المادة العلمية والخبرة المتواجدة في ميدان معين حسب ما تمكننا طبعا، أو حتى إمكانية يعني interest لبعض الدول في ميادين معينة. لكن هذه تبقى اقتراحات. نحن نرى أن زميلة من سوريا علقت أنه لا توافق سوريا على تحليل الاجتماع لجنة طرق الاختبار. نحن فقط وضعنا ذلك لأنه على علمنا هناك العديد من الزملاء من سوريا لهم مختبرية معروفة سابقا، فتم اقتراح ذلك بهذه الكيفية، ولكن طبعا لن يتم الإلزام بأي شيء. فهنا عملية الاختيار يعني ربما يجب أن نتوصل إليها بطريقة سريعة لو أمكن ذلك. أيضا يعني الاعتماد الجدول الزمني كما اقترح الأستاذ أحمد، وهذا يعني منهج المنظمة العربية والمبادرة العربية للدستور الغذائي تريد أن تعتمد ذلك، أن يكون هناك جدول زمني معتمد اعتمادا على الجدول الزمني للكودكس، بحيث يكون لنا نشاط منظم أكثر ما يمكن في هذا الصدد. وربما سأضيف هنا شيء إضافي، أنه الدول التي ستتطوع بإعداد الجداول الأعمال أو التكفل بالإعداد، وخاصة إذا كانت دول عربية نامية يعني تنتمي للدول العربية النامية، سنعرض على المبادرة العربية للدستور الغذائي لتدعم الحضور الفعلي لذلك الوفد، بحيث يكون ذلك أيضا مبرمجا ولا يكون مبرمج في آخر لحظة. أخذ المثال، يعني إذا أخذت المغرب الآن، يعني طبعا لجنة التوابل فاتت، لكن عندنا لجان أخرى قادمة. فإذا المغرب مثلا تطوعت على أنها تساهم في إعداد لجنة أفقية مستقبلية مثل لجنة التفتيش، فمن الممكن أننا نعتمد أن المبادرة العربية ستدعم الحضور المغربي في لجنة التفتيش. أخذت ذلك كمثال، أوكي؟ لأن المغرب تنتمي للدول النامية، ويعني هناك استفادة من تمويل أو دعم مادي للحضور. فسنضع لمبادراتنا العربية حتى في عن طريق الإعداد للتمويل المستقبلي، سنضع ميزانية ستكون متخصصة لدعم الحضور، ولكن دعم الحضور سيكون ملتصق أو متصل بإرادة أخذ الريادة على يعني لجنة معينة. أعتقد أن هذا يعني هذا المقترح هو مقترح تشجيعي، وأعتقد حتى بالنسبة للتوأمة أخي صمويل بين الدولتين، فممكن تكون هناك زيارات متبادلة بينهما ومدعمة من قبل المبادرة العربية للدستور الغذائي. فيعني هذا تشجيعي لكم، يعني صراحة أنا لو كنت يعني تحطيت في هذا الموقع كنت يعني كنت هوافق على القول، يعني واختيار اي لجنه ممكن تبان لي على امامي.
فاعتقد انه الان الاخوان في سوريا تراجعوا على الموضوع ديال اللجنه الفنيه المعنيه بطرق التحليل واخذ العينات. ف يعني ممكن الاخوان من مصر الاخت حنان غير موجوده، فاعتقد الاخت حنان ما راح ترفض هذا المقترح انها تكون مسؤوله على التحضير لهذه اللجنه الفنيه. لو عندكم أي ملاحظات بالنسبة للأردن، بس ما عندك عند الأخت نسمة عندك ملاحظات بالنسبة للجنة الفنية الخاصة بالدهون والزيوت في استعداد؟ نسمة، مهندسة نسمة معنا؟ بالنسبة لأخي أحمد، المقترح اللي قلت هو مقترح جيد جدا. فال أخ أحمد، أخ بدت الأخت نسمع على الشات، أوكي، قالت كلا لا توافق سوريا على تحضير تحليل لاجتماع لجنة طرق الاختبار. لا أنا ردت عليك. لا مش أنا كنتكلم مع الأخت، مش الأخت بس ما كنتكلم مع الأخت نسمة، نسمة من الأردن، نسمة الشناق. مبادرة جيدة أخي أحمد، أحمد البشا، شكرا جزيلا على هذا المقترح. لو ممكن تشارك معنا القائمة اللي عندك موجودة بالنسبة لدول الخليج، دول خليجية واللجان اللي مكلفة بها، ممكن عندك القائمة موجودة أخي أحمد؟ نعم، ممكن ممكن تشارك لا معنا، مانع لو ممكن تشارك معنا. إن شاء الله. تفضلي أخت خليجة. شكرا شكرا أخي أحمد. فكنبغي نشكركم أولا على هذه الطريقة الجديدة للاشتغال، فصراحة غتساعد دول كتير في إعداد مواقفها الوطنية. وبغيت نضيف يعني شيء فقط، فعلى غرار ما يتم في الاتحاد الإفريقي يعني كيجتمعوا الخبراء من أجل إعداد مقترح مواقف، ولكن ما كتكونش مواقف وطنية، هي كتكون مقترح مواقف لأجل باش تخد كمواقف للدول العربية ككل. وفي الاجتماع اللي كيتم مع الدول العربية كيتم السرد يعني موقف بموقف، وكيتم يعني النقاش ديال المواقف من أجل أن يعني داك الدول كتاخدها كمواقف يعني مشتركة بينها. وهذا هو يعني الصديق يعني أحسن حاجة في هذا العمل، هو أن باش ندعموا هذاك المواقف، لأن في الدستور الغذائي ما يمكنش يعني أي دولة يعني تاخد الموقف ديالها فقط وتمشي للدستور الغذائي، لا خصنا نمشيو بموقف واحد للدستور الغذائي. صح وشكرا. خديجة، وبالنسبة أنا بالنسبة لهذا الجدول اللي تم هذا، واش غيكونوا فقط هذوك اللجان ولا غتكونوا لجان أخرى؟ لا احنا فقط نصف السنة الأولى، بالنسبة ل 6 شهور الأولى من هذه السنة، شكرا. وإن شاء الله نشوف الأمور. لو نجحت معنا غادي نبرمجوا ال6 شهور الثانية بتاع السنة. والأخت شكرا. خديجة معلش أخي علي نعطيك راحة الكلمة، بس عندي فقط استفسار بالنسبة للنقطة أخي صامويل. بالنسبة للدول اللي بتشارك عن بعد، عندها الحق في التصويت وفي دعم المواقف وكأنها مشاركة، ولا في اختلاف؟ الدول اللي كتشارك عن بعد عن الدول اللي مشاركة حضورية. إلا إذا كان الـ يعني الـ الاجتماع اللجنة يعتبر اجتماع هايبريد. إذا كان الاجتماع هو اجتماع حضوري، فالدول المشاركة عن بعد هي فقط للاستماع، لا يمكن لها التدخل، ولا يمكن لها أن يعني يؤخذ للأسف بعين الاعتبار مواقفها. إذا كان الاجتماع هايبريد يعني تم من قبل البلد المنظم، فقرار طريقة الاجتماع الآن هو من قرارات البلد المستضيف، هو الذي يقرر إذا كان الاجتماع هايبريد أم لا، لأنه هذا يعطي طبعا مسؤولية أعلى على إدارة الاجتماع من الناحية التكنولوجية، وأيضا من ناحية رئيس الاجتماع كيفية إدارته أو إدارتها للاجتماع. وهذه النقطة بالذات باي ذا واي سيتم النظر فيها مستقبلا من قبل لجنة المبادئ العامة، لأنه طبعا بعد الكوفيد هناك كثير من الأشياء التي تغيرت في طرق الاجتماع، فحتى
هذا يعني سيكون سيتم يعني ضبطه أكثر بطرق إجرائية معتمدة. وبالنسبة للاجتماع القادم بتاع أعشاب الطهي والبهارات، هل أنا غيكون على حسب ما شفت، أنا ما فيش؟ لم أكن على دراية على أنه اجتماع هايبريد، بس ربما حضوري زملائي حضوري مش حضوري ما حضوري حضوري على حسب ما إذا كان فهمت، للأسف حضوري. فإذا كانوا حضوري صوت الزملاء الذين يحضرون عن بعد لن يؤخذ بعين الاعتبار. يعني فقط المتابعة، فقط يتابعوا فقط نعم الأحداث اللي نعم الأجنبية وصلت. فهذا بالنسبة للجواب على الأخت من سوريا. وفي مقترح من الأخت من سوريا، البروفيسور مايس خازم، يقول إنه اقترح أن يكون هناك دورات تدريبية منفصلة من قبل جي فورس لكل محور من محاور الجدول الزمني لتدريب الدول العربية على كيفية إعداد المواقف. هل هذا يستدعي أن تكون هناك دورات تدريبية؟ يعني عارش، ممكن تكون هناك دورات تدريبية منفصلة على محاور جدول يعني الزمن. هنا أنا ربما أخذ اقتراح الأخت ميساء بهذه الطريقة، على أنه إذا تم اعتماد مثلا يعني دولتين أو 3 دول التي ستأخذ على عاتقها إعداد التحليل بنود جدول الأعمال إلى غير ذلك، ربما هنا نشتغل على غرار ما ذكرته الأستاذة خديجة في الاتحاد الأفريقي، هو أنه لجنة الخبراء هذه ربما نأخذ يعني الزملاء الذين سيتكفلون بعملية الإعداد و أوكي سوري أوكي أستاذ ميس صورة ميس خازم من سوريا يا أوكي سوري إذا يعني نشتغل على غرار ما تم اعتماده في المناطق الأخرى، هو أنه الزملاء الذين ستعطى لهم مهمة عملية الإعداد والتحليل ربما منظمتنا يعني تؤطرهم أو تعطي الـ يعني الإعانة اللازمة والإسهام اللازم بما في ذلك عملية التدريب إذا اقتضى الأمر بالنسبة لأمور تلك اللجنة. فهذا طبعا يعتمد طبعا على أننا نعتمد الجدول الزمني، في نفس الوقت أنه إضافة إلى الجدول الزمني المذكور هذا سنضيف جدول زمني لاجتماعات الدول التي تتكفل بالإعداد ولكي تتم عملية التأطير هذه، فيعني تكون عمليات منفصلة كما قالت. Yeah, exactly. So, Professor Mays كويس. Khazem. Yes, exactly. I think نحن نقول نفس الشيء، فهذا ما سنسعى إليه. طبعا هذا في بعض الأحيان سيشكل يعني هناك بعض الإشكاليات لهذا، هو أنه حسب الجدول الزمني المعتمد وطبقا لكل لجنة في بعض الأحيان الوثائق تكون غير متواجدة، فسنشتغل بما هو موجود طبعا لوثائق بعض البنود، وهذا يعني عمل يعني شيء عادي يحصل في الدستور الغذائي. إن شاء الله. شكرا بروفيسور. أعتقد أن نرجع للأخ علي. أنا جيك أخي، هذه الأخ علي الغافري كان عنده مداخلة قبل قليل. أخ علي شكرا شكرا مهندس احمد، تفضل. أخي علي شكرا على هذه المقترحات. بالعكس، هذه مواصله لرفع كفاءه الدول في كيفيه تحليل الاجتماعات الكودكس، وصراحه مثل هذه الامور هي اللي ترفع من كفاءه الدول الاعضاء في هذا الجانب. احنا مستعدين سلطنه عمان تضيفونا في اي لجنه، مستعدين اي ممكن نتساعد فيها. لو شفتوا اي لجان عندهم نقص في عدم تحضير، احنا سلطنة عمان مستعدين لأي لجنة ممكن نحضر فيها. بس انا كنت أسأل عن لجنة توسيم البطاقات الأرضية واللجنة الخاصة بالشهادات والصادرات والواردات، هذه مهم، لجنتين مهمات زين لو يتم إدراكهن وممكن احنا نشتغل عليهن. بالنسبة لموضوع اللي تكلم عنه مهندس أحمد بشر، بالفعل احنا في مجموعة العمل دستور الغذاء الخليجي اشتغلنا بهذه المنهجية حقيقة، وحاليا نعمل على إعطاء لكل الدول لجان معينة، وممكن بعد ما تنتهي نعمل
موائمه مع هذه اللجان، مثلا سلطنه عمان لو كانت تشتغل على المواد المضافه ممكن سلطنه عمان تشتغل مع هذه الدول المغرب ومصر والكويت، ممكن ان شاء الله نوائمكم فيها وراح نوافقكم فيها استاذ احمد باذن الله الفتره القادمه. شكرا. الله يحفظك أخي علي. بالنسبة للجهة المتبقية الآن اللي أمامك الآن، يعني في خلال 6 شهور القادمة، عندك لجنة ممكن في عندكم يعني مهتمين بها بالنسبة لسلطنة عمان بهذه الجهة الموجودة أمامنا؟ بالنسبة للليبلينج، ما أعرف بروف سام متى اجتماع على شهر 5 أتوقع الليبلينج. أعتقد الليبلين يمكن لا بعد شهر 10، شهر 10 يعني في النصف الثاني. وبالنسبة يا للصادرات الواردات الغذائية ايضا شهر 10. اللجنتين للاسف متتاليتين، يعني نفس لا ليس الشهر. متتاليتين، لا 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 لا، سي سي ار في دي اف مع الـ سي سي ار في دي اف وسي سي اف ال متتاليتين. لجنة التفتيش ستكون في شهر 9. ممتاز، احنا سلطنة تمام مهتمين بهذه اللجنتين، اذا ممكن من الحين تسجلها الامر راجع لكم. بارك الله فيك. خلاص احنا سجلنا الاخت هاجر، لو ممكن تسجلي عندك هذه النقطة. اذا الاخت من سوريا ميساء بتقول بان سوريا سوف تشارك حضوريا في لجنة الزيوت، الدهون والزيوت، اللي ان شاء الله راح تكون في كوالالمبور ماليزيا. انتم راح تكونوا مشاركين اخت ميساء في هذه اللجنة، ايش رايك نحطك في هذه اللجنة؟ اخت ميساء؟ لأن طلبنا. تفضل أخي علي، تفضل أخي السلام علي، عليكم. طبعا تفضل. شكرا، والله فكره يعني جميله، نتمنى ان شاء الله، واعتقد يعني انها حتلاقي النجاح. انا طبعا نقترح على حضرتك استاذ احمد يعني عن طريق المبادره انك تحول الليست هذه بايميل وتعطي يعني within one يعني خلال اسبوع او يعني شيء من هذا القبيل، ان كل دوله ترد يعني بالموافقه، يمكن يعني القائمه هذه تكون مقبوله، يمكن يصير تغيير، فكل دوله ترد يعني وفق ما تراه مناسبا، يعني تحولها بايميل رسمي وخلال اسبوع 10 ايام 5 ايام هكذا تعطي يعني ليميت، ويصير يعني المشاركه وتصبح قائمه معتمده رسميا. بس هذه هي بس كانت مشاركتي، شكرا. شكرا شكرا اخي. هذه احنا طرحنا هذه الفكره الان اولا للتوضيح، وثاني شيء باش نشوفوا الاهتمامات ديال الدول بشان التحضير لهذه اللجان. يعني احنا اكيد هذيك المسطره راح نتبعها، وراح كذلك نصدر توصيه في هذا الاجتماع خاصه بهذا الموضوع، ولكن حبينا نشوف راي الدول، يعني رايهم على الفكره ورايهم على كذلك على اللجان، لان لحد الان احنا جينا كناخذ فكره حتى على الدول اللي راح تشارك والدول اللي ما راح تشارك، وهذه نقطه مهمه. الأخت ميساء، شكرا أخي الهادي. الأخت ميساء من سوريا، السلام تفضلي. عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم. وعليكم السلام أخت ميساء. بعتذر، أنا الاتصال عندي ما له ثابت مستقر، مشان هيك ما عم بقدر أحكي وشارك مباشرة معكم. هلا نحن بسوريا ما نحن مشاركين ولا باجتماع للجنة طرق الاختبار والتحليل، مشان هيك ما عندنا خبرة بتحليل جدوى البنود الأعمال تبعه. فنحن مهتمين كثير باجتماع لجنة الزيوت والدسم، وعندنا ضرورة ملحة لأنه ننسق مع الدول العربية عبر مبادرتكم بالنسبة لموضوع تعديل مواصفة زيت الزيتون. فإذا بتتكرموا علينا بنقل البند اللي أنتم حاطيننا إياه، إنه نحن نشارك بتحليل البنود من لجنة طرق الاختبار للجنة الزيوت والدسم فيما يتعلق بتحليل جدول البنود تعديل مواصفة زيت الزيتون، إذا سمحت. وأنا أوكي. بوافق على المقترح الأخير اللي هلأ ورده الأخ، إنه أنتم تسألوا الدول بالأول وين بتحب تكون هي موجودة، وعلى أساسها بيتم إن شاء الله التنسيق لاحقا. أختي ميساء، هذا كان فقط اجتهاد من عندنا، وعلى أساس أنه الدول اللي كانت تشارك يعني مشاركة أكثر في هذه اللجان، فكان هو كمقترح واجتهاد، وليست هي رسمية، يعني الاختيار هذا ليس رسمي. يعني الإجراء اللي راح نتابعه إن شاء الله أكيد راح نعمم ونحن نشوفه من الدول المرشحة، وعلى ذلك نحاول أن يكون عندنا واحد الجدول اللي هو مبني على اختيار الدولة بحد ذاتها، ويكون جدول رسمي وراح نعممه عليكم بعدين. احنا حابين فقط ناخذوا آراءكم في هذا الموضوع هذا، ونشوفوا من الدول اللي مهتمة حتى الآن. احنا أخذنا فكرة على سوريا مهتمة بهذه اللجنة، وهذا شيء مهم جدا. أخ تمام. أحمد، طب
تمام، شكرا شكرا. جزيلا اختي ميساء، شكرا. الاخ احمد البشا، حبيت القائمه، شوف القائمه معك اخي احمد، المهندس احمد البشا موجود. إيه عفوا، هل تحب اعمل شير ولا؟ لا، عمل شير، عمل شير نشوفه معك، عملنا شير نشوفه معك. لان طبعا القائمه لا زالت تحت الدراسه وانتظار بقيه الدول توافينا بالمقترحات. ناخذ فكرة، ناخذ فكرة على الأقل. نعم. الآن ظهر عندكم؟ ايده اها ظهرت؟ ايوه، ظهر ظهر. اذا لجنة المتبقيات البي سي سي، مبيدات الامارات، لجنة العقاقير البيطرية الامارات، لجنة ملوثات الارضية الامارات، لجنة الدستور الموارد العامة والتمشيش الارضية وصندوق الامارات، سيسي السعودية، سيسي السعودية، لتغيير قابلية الاستخدامات الزراعية الخاصة بالسعودية، لجنة الصحة والغذاء البحرين. البحرين موجودين معنا، موجودين. إذا راح نحطكم في لجنة الصحة الغذاء أو الصحة الغذائية. بناء على اختيارات إدارة الصحة العامة عندنا في الخليج، ما عندكمش مانع تكونوا موجودين في هذه اللجنة؟ ما عندنا مانع. اوكي، خذها بالاعتبار اخت هاجر. ننزل شوية، توسيم الأغذية سلطة عمان، مضافات غذائية سلطة عمان، الأسماك منتج الأسماك، طبعا الأسماك ضروري تكون سلطة عمان. طبعا استاذ احمد والاخ الباقي، بالنسبه الان مجاميع العمل، الان وصلنا من دوله الامارات قبل فتره ايضا، وبانتظار بقيه الدول بالنسبه لمجاميع العمل. اوكي، هذه مجموعات عمل الكترونيه اي نعم. الان طبعا القائمه غير مكتمله حتى الان، لكن بس راينا فقط نعرض عليكم كما ذكر الأستاذ علي الغافري، وهو طبعا هو رئيس الفريق. فأخي أحمد، لو لما تخلص القائمة لو تبعتنا إياها إن شاء الله نستأنس بها ونسترشد بها لو كان ممكن. إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله راح نطلع توصية بأننا سوف نقوم بتعميم الجدول الخاص باجتماعات اللجان، ونطلب منكم من الدول أنها هي تختار اللجنة اللي ممكن أنها تقدم فيها أو أنها ممكن أنها تعطي فيها إضافات، وتحضر جدول او بروج دول عملها. فاحنا متفقين على النقطة هذه.